عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة مشروع دلتا مصر للإنتاج الزراعي، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمنه من أحياء سكنية ومنشآت. كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية، بما في ذلك الموقف التنفيذي الخاص بتوفير أحدث المعدات الإنشائية العملاقة والمتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، حيث تم في هذا السياق عرض نماذج لتصميم دور العبادة والبيت الريفي النموذجي بالقرى في إطار مبادرة حياة كريمة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير تركي آل الشيخ مستشار ديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. وأكد الرئيس السيسي على عمق ومتانة العلاقة التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطورا مستمرا وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناول الاجتماع متابعة المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها في إطار تنمية هذه المنطقة الاقتصادية لتكون جاذبة للاستثمارات واجتذاب الصناعات وتوطينها. أكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة لتجهيز المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات من الخارج والداخل واحتضان المشروعات الصناعية الكبرى. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستكمال استعراض تصورات تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤولي مكتبين استشاريين. وأكد دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى لتحويل منطقة الفسطاط في مصر القديمة إلى حديقة مركزية للقاهرة، وذلك على غرار ما حدث في بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة والمتحف القومي للحضارة المصرية. أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تطبيق اتكلم عربي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية اتكلم عربي بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.